رجعنا لكم تاني ونكمل تحليلنا لمباراه الاسبوع 28، ويمكن لسه يعني كنا بنتكلم عن مباراه الزمالك وتالق محمد ابراهيم والزمالك والفوز مهم جدا لكابتن محمد حلمي، بنقول له الف مبروك ودايما ان شاء الله لقدام، ونتيجه مهمه جدا لهذا الجهاز الجديد، يعني بياكد جدارته بياكد فوزه بالمباراه. يعني نروح لمباراه مهمه جدا جدا، وهي طبعا عمر جابر كان موجود ومتواجد في اللقاء. عايز اشكر زملائنا في المراسلين في الملعب المباراه، عمرو مختار ومحمد جابر، بشكرهم شكرا جزيلا على اللقاءات. ادي عمر جابر موجود في ملعب بتروسبورت بيتابع. خلاص طبعا انتوا عارفين عمر جابر مضى في بازل وهيكون متواجد ان شاء الله بعد مباراه تنزانيا باذن الله ان شاء الله، وخلاص هو مش هيلعب تاني في نادي الزمالك. وشفنا طبعا كلامنا الاسبوع الماضي وهو دخل معانا في المداخلات، بالتوفيق يا عمر.